لو انا قلت لك اديني نجم كده لمباراة الاهلي والزمالك في السوبر المصري، الجمهور والفرقة اللعيبة اللي كلها. هي بتتكلم على الامارات. اه طيب العين، نفس الكلام، الجمهور والفرقة الجمهور رقم واحد واللعيبة كلها اللي كانت موجودة. بمنتهى الامانة، يعني ممكن يكون تركيزكو في السوبر المصري وفي العين كان اكبر من تركيزكو في مباراة السوبر الافريقي؟ أكيد. اكيد. بتلوموا نفسكم بقى على هذا الامر؟ هو لو وصل إحساس لأي لعيب في الفرقة إن هو إن المباراة دي سهلة وإن هو ممكن يكسب في أي وقت، خلاص أنت كان كده. واصل شوية قبل مباراة كان السوبر في الأفريقي؟ الإحساس ده شوية، أه، اه إن إحنا أحسن، إن إحنا نكسب في أي وقت. الكرة ما فيهاش كده. الإحساس ده كان حاول البعض يصدره قبل بقى مباراة القرن، الأهلي والزمالك، إن إنه الزمالك الزمالك أحسن. أفضل وإن الزمالك أحسن، كان وصل لكم الكلام ده وده كان بيحفزكم شوية؟ كان بيحفزنا طبعا، هما كانوا وقتها فرقة كويسة جدا وعاملين نتائج طبعا كويسة جدا في طبعا. أفريقيا. احنا طبعا يعني اللعيبة كلها اللي موجودة على أعلى مستوى، اللعيبة كلها رجالة. كنا برضو عاملين نتائج كويسة جدا في أفريقيا وعاملين مباريات أكتر من هايلة يعني. كان الماتش ده كان ليه حسابات خاصة يعني، مش فارق بقى مين كان أحسن قبل كده، هو أنت النهاردة كويس وحش، اللي هيكسب محدش هيفتكر مين كان الأحسن، اللي هيكسب هو اللي هيعيش طول العمر فاكر لا، المباراة دي واحنا بقياس الفرص الاهلي كان اخطر بالظبط يعني، يعني. بقياس بس الفرص في لو كنا المباراة. في الآخر خسرنا لا طبعا. ما كانش ليها لازمة الفرص ولا ليها الكلام ده كله. تعالى بقى نروح للحظة دي والهدف ده، انت كنت فين في الملعب ساعتها؟ بجري وراها ورا انت قفشة. ارجع يا باشا كده، خلينا نجيبها كده من على الشاشة الكبيرة. فين انت؟ اهو 17 اهو. هو انا اللي لعبت الكوره الاول وبعد كده محمود علاء طلعها يعني. انت اللي لعب الطويله. لعبها نفسه. الطويله دي برضو تكتيك يا عمرو. لما جت الكره القفشه، انت ممكن ساعتها استنى، دي الكره اهو عمرو السوليه، انا هي لعب رايحه كان طويل مين؟ لا شريف، لمروان، مروان مروان محسن، بس قفشه حط فيها كل يعني الغل والاصرار والتركيز والرغبه والفرحه طبعا وال يعني. كل حاجه كل كانت موجوده. الفرقة بتحتفل، بلا استثناء، كل اللي احتياطي على على الدكة. اساسي بالسيد عبد الحفيظ فين كمان؟ كابتن سيد يعني سيد، حتى جاي. اثر فيكوا يا عمرو. طبعا يعني كابتن سيد من اكتر الناس اللي يعني اتعاملت معاها بروفيشنال قوي في المكان بروفيشنال. ده. عارف امتى يتكلم بصوت عالي، عارف امتى عارف الفرقة محتاجة ايه. النهارده لا انا هتكلم بهدوء، هوصل المعلومه بهدوء، وامتى ان انا شايف الفرقه بتاعتي مش مركزه وفي استهتار، لازم في نبره صوت مختلفه، في بفكر اللعيبه بحاجات كتير يمكن يكونوا ناسيينها. لا هو عارف بيتعامل امتى في كل موقف. حتى احنا بعد الجون ده يعني انا كنا بنقول جابوا لبعض. شيباني جيري وكهربا، اظن كان خرج ساعتها. كان خرج. كان خرج ساعتها لكنه يعني كنا بنقول لبعض ان احنا هنموت والماتش ما ده يدخلش هيطلع كده يجيلك جون بقى خلاص. خلاص. لو هنموت في الملعب هنموت. هم كان اظن دقيقة 87 والخمس اربع دقائق او خمس اربع دقائق مش دقايق متأكد. والشناوي ضيع وقت شويه فالحكم زود العادي وخد كمان. انذار. والحكم راح احمد الشيخ، او كمان كان على هنا بعد صفاره النهائي. ايمن اشرف، وحشنا ايمن اشرف والله. وهنا بقى الفرحه الجماعيه، في ناس انا يعني اول مره اخد بالي انا نمت وقعدت اعيط. والله، قعدت انهارت على الارض انهارت والله. في صوره ولا ما فيش صوره؟ في يا بس لو في عشان صوره تبقى جميله. وموسيمانا اهو وفرحته مع هو كان متعصب ليه؟ فرحان. بس واضح انه في حاله كمان شديده العصبيه. احكي لي بقى، بص انك بتتكلم على مصطفى محمد، وبتتكلم على كان فرجاني ساسي، فرقة طبعا، وبتتكلم على اشرف بن شرقي، وبتتكلم كانت فرقة على محترمة فرقه جدا. تقيله. نعم، هنا الاهلي واللعيبه والفرحه، اظن دايما يا عمرو بتتمنى اللحظه دي تتكرر تاني. طبعا يعني الواحد بيتمنى ان يعني ان هو يرجع تاني بالزمن ويعيش نفس اللحظات دي، فعلا. والمباراة تبقى نفس السيناريو ده. ما فيش احسن من كده طبعا. على كل البطولات اللي انت فزت بيها،
بتظل القضية لها طعم خاص، هي الأغلى مذاق خاص. الأغلى طبعا، الأغلى. ده بادجي، بادجي حمدي فتحي، محمود متولي، دول الجهاز المعاون بتاع موسيماني. بدر بنون، ده بدر بنون، اللعيبة المحترمة قوي بدر بنون. اه طبعا. في تواصل بينك وبينه؟ لا مش قوي يعني. جيرالدو لعيب كويس على فكرة. اه ادي بقى صلاح وحارس ومحمد مكي وكل النجوم والاحتفالية. موسيماني طبعا ما شافش الحاجات دي قبل كده. لا يعني هو اخذ البطولة مع صن داونز قبل كده بس يعني. لا لا لا، الفرق كبير يعني. شناوي، احمد الشيخ، كهربا، الواحد بيبص على اكرم الواحد بيبص على اللقطات دي. ده دكتور عبد الرحمن سعيد كان طبيب التغذيه في النادي، بيبص على اللحظات دي وكانها من ساعات يا عمرو. عايز اقول لك البطوله دي ما احتفلناش بيها. ما احتفلتوش بيها؟ خلصنا الماتش كل واحد روح على بيته. ليه؟ ما كانش في احتفال ولا كورونا. اي حاجه. كورونا بقى كنا بنحتفل في العربيه. بس انا ممكن اوريك احتفالات الشوارع وحواليها. لا الشوارع طبعا. بس يعني احنا الشوارع.